معنا النشطة معاذ ببرنامج صباح الخير يا عرب 18/2/2012 من على أسطح المنازل. يا أخي أنا شو بدي أحكي يا أخي خالد، بس أنا بدي أحكي كلمتين. أنا بناشد كل ضمير حي، إذا لسه في ضمير حي تلحق هالعالم قبل ما تموت، تلحق هالعالم قبل ما تموت. اللي ما عاد يهمه الموت يعني من رصاص القناصة، ما عاد يهمه غير الموت من البرد. عن جد يعني ما في شيء عندك، لا مازوت، ما في شيء، دفى كهرباء ما في. يعني سبحان الله، هلا انا متوقع، يعني متوقع انه العالم هلا عمال يدور على حطب بس مشان تقطع وتتدفى فيه. يعني انا بناشد كل ضمير حي، اذا لسه في ضمير حي. نحن سمعنا في ناس صارت تكسر ابواب بيوتها. يا اخي موبيليا تبعيت بيت، يعني اتوقع انه موبيليا تبعيت بيت تطلع على الشارع تتكسر وترجع تدفع عليها الاطفال. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو هذا يا عرب؟ والله العظيم العالم عمال تموت من البرد، ما نعم تموت من رصاص القناصه. وحمص لساتها محاصره والضرب عليها شهرين. يعني انا بناشد كل ضمير حي، برجع بقول بناشد كل ضمير حي يلحق هاي العالم قبل ما تموت. بارك الله فيكم. خاصه هلا رغم هطول هاي الثلج، هذا الثلج، هذا ما لعب. سبحان الله، ما لنا عمال هلا نحن ندبلج، هذا ثلج. هاي العالم تحت اللي ما عنده شيء تدفع عليه. يعني هي من دون ثلج كانت عم تموت من البرد، هلا بالثلج الله اعلم شو بيصير فيها. ما شاء الله، العافيه. بارك الله فيك.